السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. راح نكمل موضوع الضرب في 10 و100 و1000 ومضاعفاتها، رياضيات الصف الخامس ابتدائي. هنا نحل فقرة أتأكد، صفحة 45. أجد ناتج الضرب مستعملا الحقائق الأساسية والأنماط لكل مما يأتي. عندنا هنا أولا 5 في 1 يساوي 5، هذه الحقيقة الضرب الأساسية. 5 في 10، 5 في 100، 5 في 1000، هذه تسمى أنماط. 5 في 10 تساوي 50. هنا قلنا شو نسوي؟ أول شيء ننزل الصفر، بعدين نضرب 5 في 1 5، الناتج هو 50. هنا عندنا 5 في 100، هنا عندنا كم صفرين في المئة؟ صفرين، ننزل الصفرين ونقول 5 في 1 5، يعني 500. 5 في 1000، هنا عندنا 1000 ثلاثة أصفار، ننزل الثلاثة أصفار ونقول 5 في 1 5، يعني 5 في 1000 يساوي 5000. هذه أول وحدة، 5 في 1، هذه حقيقة الضرب الأساسية. 5 في 10، 5 في 100، 5 في 1000، هذه أنماط. عندنا هنا النقطة الثانية، 6 في 4، 24. 24، 24 هذه حقيقة الضرب الأساسية. 6 في 40، هنا ننزل الصفر ونقول 6 في 4 24، يعني 240. 6 في 40 240. 6 في 400، ننزل الصفرين وأقول 6 في 4 24، يعني 2400. 6 في 4000، ننزل الثلاثة أصفار، هذين الثلاثة أصفار ننزلهم وأقول 6 في 4 24، يعني 6 في 4000 يساوي 24000. النقطة الثالثة كذلك، نقول 7 في 2 14 14. 7 في 20، ننزل الصفر، هذا الصفر ننزله ونقول 14، يعني 7 في 20 يساوي 140. 7 في 200، هنا ننزل الصفرين مال 200 ونقول 7 في 2 يساوي 14، يعني 1400. 7 في 2000، هنا ننزل ثلاثة أصفار، هذا الثلاثة أصفار ننزلهم ونقول 7 في 2 14، يعني 7 في 2000 يساوي 14000. هنا أجد ناتج الضرب ذهنيا. 6 في 300، هنا عدد كم صفر؟ صفرين، ننزل الصفرين وأقول 6 في 3 18، يعني 6 في 300 يساوي 1800. النقطة الخامسة، 8 في 50، هنا نقطة الصفر، العفو، هنا الصفر ننزله مال 50 ونقول 8 في 5 يساوي 40، يعني 8 في 50 يساوي 400. النقطة السادسة، هنا نقول 9 في 9000، هنا 9000 ثلاثة أصفار، ننزل الثلاثة أصفار ونقول 9 في 9 81، يعني هنا 81000. 9 في 9000 يساوي 81000. تجمع أسماء في حصالتها يوميا 1000 دينارا، ما مقدار ما تجمعه أسماء خلال 7 أيام؟ هنا راح نضرب 1000 في 7، هنا نقول 1000 في 7 يساوي، هنا عندنا 1000 كم صفر؟ ثلاثة أصفار، ننزل هنا ثلاثة أصفار، هنا نقول 1 في 7 7، يعني 7000. 1000 في 7 يساوي 7000 دينار، ما تجمعه أسماء خلال 7 أيام. النقطة الثامنة، معدل نوم الزرافة في اليوم الواحد هو 4 ساعات، ما عدا ساعات نومها في 100 يوم. هنا راح نضرب نقول 4 في 100 يساوي، هنا عندنا 100 كم صفر؟ صفرين، ننزل أول مرة الصفرين بعدين نقول 4 في 1 4، يعني هنا 400 ساعة هو معدل ساعات نوم الزرافة في 100 يوم. ننتقل إلى موضوع ضرب عدد من 3 مراتب في عدد من مرتبة واحدة.
هنا نحل فقرة أتأكد صفحة 48 النقطة الأولى 600 × 6. هنا قلنا شو نسوي إذا أكو أصفار؟ أول ما ننزل الأصفار بعدين نقول 6 × 6 36، يعني الناتج هنا 3600. 600 × 6 يساوي 3600. النقطة الثانية 275 × 3. هنا انتبهوا لي شلون راح نضرب. نضرب 3 أول مرة بالخمسة، بعدين نضربها بالسبعة، بعدين نضربها بالثنين. نقول 3 × 5 = 15. هنا نخلي 5 و1 إعادة تسمية. 3 × 7 = 21 / 22. هنا نخلي 2 و2 إعادة تسمية. 3 × 2 = 6 و2 = 8. هسة الناتج طلع لي 825. يعني هنا شنو سوينا؟ ضربنا عدد مكون من 3 مراتب في عدد من مرتبة واحدة. هسة وصلنا إلى النقطة الثالثة 423 × 4. هنا كذلك عدد مكون من 3 مراتب في عدد من مرتبة واحدة. هنا نضرب 4 × 3، بعدين نضربها بالـ2، بعدين نضربها بالـ4. نقول 4 × 3 = 12. هنا نخلي 2 و1 إعادة تسمية. 4 × 2 = 8. 1 = 9. 4 × 4 = 16. الناتج هو 1692. النقطة الرابعة 701 × 7. هنا نضرب 7 × 1 = 7. 7 × 0 = 0، أي عدد نضربه بالصفر 0. 7 × 7 = 49. الناتج 4907. النقطة الخامسة 853 × 2. هنا راح نضربها ضرب عمودي. نقول 2 × 3 = 6. 2 × 5 = 10. هنا نخلي 0 و1 إعادة تسمية. 2 × 8 = 16 و1 = 17. الناتج هو 1706. النقطة السادسة 503 × 8. هنا نضرب 503 × 8. نقول 8 × 3 = 24. هنا نخلي 4 و2 إعادة تسمية. 8 × 0 = 8 + 2 = 2. 8 × 5 = 40. الناتج هو 4024. النقطة السابعة 881 × 9. نضرب 881 × 9. نقول 9 × 1 = 9. 9 × 8 = 72. هنا نخلي 2 و7 إعادة تسمية. 9 × 8 = 72 و7 × 72 = 73 74 75 77 77 79 79 79. الناتج هو 7929. النقطة الثامنة 302 × 5. هنا نضربها. نقول 5 × 2 = 10. هنا نخلي 0 و1 إعادة تسمية. 5 × 0 = 0 و1. هنا ينزل 1. 5 × 3 = 15. الناتج هو 1510. النقطة التاسعة 389 × 7. هنا راح نضرب. هنا نقول 7 × 9 = 63. هنا نخلي 3 و6 إعادة تسمية. 7 × 8 = 56 و6 = 56 57 58 59 60 61 62. هنا نخلي 2 و6 إعادة تسمية. 7 × 3 = 21 و6 = 27. 27. الناتج هو 2723. النقطة العاشرة هنا عندنا مسألة. إذا كانت المسافة بين بغداد والبصرة 550 كيلومتر، فما المسافة التي يقطعها المسافر ذهابا وإيابا؟ ذهابا وإيابا يعني الروحة والرجعة، يعني الروحة هي 550 والرجعة 550. يعني هنا 550 راح نضربها في 2 مالت الروحة والرجعة. هنا راح نضرب 550 × 2. نقول 2 × 0 = 0. 2 × 5 = 10. هنا نخلي 0 و1 إعادة تسمية. 2 × 5 = 1 = 11. يعني هنا 1100 كيلومتر،
يقطعها المسافر بين المسافة بين البصرة وبغداد ذهابا وإيابا. نقطة 11، يأكل الأسد في الوجبة الواحدة 7 كيلوغرام من اللحم، كم كيلوغرام من اللحم يأكل الأسد في 250 وجبة؟ هنا راح نضرب 250 في 7 حتى نعرف ايش قد يأكل الأسد من اللحم في 250 وجبة. هنا نقول 7 في 0 0، 7 في 5 35، هنا نخلي 5 و3 إعادة تسمية، 7 في 2 14 و3 17، يعني 1750 كيلوغرام يأكل الأسد من اللحم في 250 وجبة. هنا نقول 1750 كيلوغرام يأكل الأسد من اللحم في 250 وجبة. وإن شاء الله الفيديو القادم راح نحل تمارين ضرب عدد من 3 مراتب في عدد من مرتبتين، وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.